اهلا بيكم في الحلقه دي من ايزي جيرمان. احنا النهارده في القاهره قدام جامعه عين شمس، هنعمل حوارات مع الطلبه هنا ونشوف هنتعرف عليهم ونعرف اسمهم ايه ونعرف بيدرسوا ايه. نتعرف عليكي. رنيم الششتاوي. بتدرسي ايه يا رنيم؟ اداب قسم ارشاد سياحي. في سنه كام؟ ثالثه. نتعرف عليك. عادل محمد. عامل ايه النهارده يا محمد يا عادل؟ تمام الحمد لله، كويس بخير. طيب اوكي، انت بتدرس ايه يا عادل؟ تجارة عربي، كلية تجارة. سعيد في دراستك دي؟ سعيد؟ اه طبعا. بس ايه خططك بعد كده؟ ان شاء الله لما اتخرج هعمل ترخيص ارشاد وهاخد كورسات في لغات تانية، مثلا كوري روسي. طب انت هل حاطط عينك على وظيفة معينة بعد ما تتخرج؟ اه مثلا محاسن في بنك. ماشي. مع خدمات تطوعية. بس السلام عليكم، نتعرف عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد حسن. محمد جمال. طيب بتدرسوا ايه؟ تجارة عين شمس. تجارة برضه عين شمس. طب انتي مستمتعة بدراستك دي؟ اه الحمد لله، دراسة سلسة وفي نفس الوقت انا مجال انا حباية، فيها تاريخ، فيها انجليش، فيها حاجة انا مستمتعة بيها، حاجة انا بحبها. صباح الخير. صباح النور. نتعرف عليكم. احمد عبد الله. عمر احمد. عاملين النهارده؟ اه الحمد لله كويسين. تمام. طيب انتوا بتدرسوا ايه؟ انا في تجارة عين شمس. هندسه قسم اتصالات جامعه حلوان. طيب مبسوطين في الكليه؟ مبسوطين في الدراسه؟ اه هي الدراسه شغاله كويسه يعني، الحمد لله شغاله. تمام، دراسه كويسه. طيب بعد التخرج ان شاء الله اكيد ليكوا خطط مستقبليه، ناويين تعملوا ايه بعد التخرج؟ ايه الوظيفه اللي حاطين عينيكوا عليها؟ انا ان شاء الله يعني ان شاء الله ناوي اشتغل في بنك، في محاسب في بنك ان شاء الله. ان شاء الله بدور على شركه تكون كبيره زي فودافون او موبينيل او اتصالات، بحيث ان تتناسب مع الكارير بتاعي. هو هشتغل في مجالي يعني، اللي هو بشهادتي هبقى محاسب، بس ان شاء الله اي بنك كبير بقى. نتعرف عليكي. انا اسمي ساره. عامله ايه النهارده يا ساره؟ الحمد لله الجو جميل جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف عليكم. سمر سمير احمد، طالبة بكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية. سارة سمير احمد، سنة رابعة كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية. طيب سارة انت بتدرسي ايه؟ انا طالبة في كلية الالسون قسم اللغة الالمانية. طيب انتوا دلوقتي نفسكم تشتغلوا ايه بعد ما تخلصوا؟ انا نفسي ابقى ترانسليتر في وزارة الخارجية. انا نفسي ابقى كاتبة. سنة كام تحديدا؟ سنة رابعة. طيب مبسوطة في دراستك ولا؟ اه كويسة جدا الحمد لله. طيب ناوية تشتغلي ايه ان شاء الله بعد ما تخلصي؟ هي انا نفسي اخش في مجال الميديا، ترجمة اخبار وكده من مقالات الالمانية. السلام عليكم. السلام. تعرف عليكم. محمد عبد الحليم. احمد سيد. حضرتك بتدرسوا ايه؟ في كلية حقوق. اداب. سنة كام؟ تالتة. تالتة. طيب بتتمنوا تشتغلوا ايه بعد ما تخلصوا؟ يعني ان شاء الله بشهادتي يعني ان شاء الله باذن الله محامي يعني وكده ان شاء الله باذن الله. وانا ان شاء الله نشتغل في السياحه في مجالي، مجال دراستي يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ اسمي كريم الحديدي. طيب حضرتك بتدرس ايه؟ بدرس تجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيك؟ محمد زين. عامل ايه النهارده يا محمد؟ تمام 100 100. طيب بتدرس ايه؟ انا بدرس في حقوق عين شمس. سنة كام؟ سنة رابعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نتعرف عليكي؟ معك شيماء حسين مصري. طيب بتدرسي يا شروق؟ آداب قسم إعلام. حابة الدراسة ولا؟ حباها جدا من زمان وأنا نفسي أدخل إعلام. طيب في المستقبل نفسك تشتغلي إيه بالظبط؟ صحافة، تلفزيون؟ نفسي أشتغل صحافة في باب قضايا، عشان عايزة أناقش مشاكل وقضايا، مش تكون بس مجرد مثلا مقال او خبر وخلاص. ناوي تشتغل ايه بعد ما تخلص؟ ايه الوظيفه اللي حاطط عينك عليها؟ هو الحقيقه انا هشتغل ان شاء الله في الحسابات، بس انا اساسا شغال مطرب. ناوي تشتغل ايه بعد ما تخلص؟ يعني محامي او اخش وكيل نيابه